أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهينت: منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 50% من الأدوية المهمة غير متوفرة في العراق. ونقرأ في البصائر: الأمم المتحدة 70% من المتفجرات تمنع عودة النازحين العراقيين. ونطالع في المدى: ذقار قلقة من انتشار ظاهرة استيراد الأغذية الفاسدة. جاء في الزمان: ضجيج الحرب يفقد الآلاف سمعهم في الموسم. نطالع في كتابات: غضب من تحكم السفارة الأمريكية في القرارات العراقية السيادية. جاء في القدس العربي: احتراق 37,000 دونم زراعي خلال شهر واحد في العراق. ونطالع أخيرا وليس آخرا في العرب اللندنية: رئيس الحكومة اليمنية: لا مستقبل لاتفاقات ستوكهولم دون إنهاء انقلاب الحوثيين. ليس بالرصاص وحده يقتل الموصليون، فالفساد والجشع اللذان يمتهنهما ساسة السلطة والمتعاونون معهم باتا آلة تضاف إلى آلات الموت المتعددة. ولعل من هذه الآلات التي تحصد الأبرياء جرى من سباق محموم على منصب المحافظ الذي تولاه أخيرا منصور المرعيد القافز من سفينة حيدر العبادي إلى حضن فالح الفيحاء، وهو رئيس هيئة ميليشيا الحج الشعبي، يشير إلى أهمية هذه المحافظة من حيث البعدين الاستراتيجي والرمزية التي تمثلها الموصل. وهذا ما ثار عدة تساؤلات بشأن سعي الحشد الشعبي المحموم للظفر بمنصب المحافظ، وهو ما تحقق جليا عن هذا الصراع، تحقق جليا وواضحا أمام الجميع، حيث عن الفساد الحكومي في الموصل كتب عامر رسام الرائي في صحيفة العرب الجديدة. أثبتت الوقائع في المحافظة المنكوبة أن منصب المحافظ يوفر الغطاء القانوني لكل العمليات التي يقوم بها عناصر الحشد من عمليات تهريب النفط وغيرها، كما كان يفعل المحافظ السابق نوفل عقوب. فالحشد يخشى ذهاب المنصب إلى شخصية يكون توجهها بعيداً عنه، وبالتالي يعرقل تحركات عناصره القابضين على المحافظة بالحديد والنار. كما أن جريمة العبارة التي أزهقت أرواح نحو 120 شخصاً جلهم من النساء والأطفال، فضلاً عن عشرات المفقودين رغم مرور نحو 3 أشهر على وقوع الجريمة، شاهد آخر على ما تقدم. هذه الجريمة البشعة أظهرت مدى الفساد المستشري في مدينة مزقتها الحرب، كما أظهرت أن عائدية الجزيرة السياحية إلى ميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي المتهمة بارتكاب جرائم ضد المدنيين حجة محاربة تنظيم الدولة. وقد اتضح أن لها ما نسبته 30% من الجزيرة حصلت عليها من خلال إرغام أصحابها الأصليين على التنازل عنها. يبدو أن أصحاب القبضة الماسكة بالموصل من ميليشيات وسياسيين فاسدين مرتبطين بها لن يدعوا المدينة تستعيد عافيتها وتعود كسابق عهدها برمزيتها التاريخية والحضارية، وهذا لا يوفر الاستقرار ولا يصب في مصلحة المجتمع الموصلي. فالنكبات التي تعرضت لها الموصل تشي بنيات تآمرية عديدة وكثيرة بغرض تغيير ديموغرافي مثلا للمدينة من جهة، ومن جهة ثانية الإصرار على وجود ميليشيا الحشد في الموصل لإتمام ممر إيران البري الذي يخترق العراق، بدءا من ديالى المتاخمة لها مرورا بالأنبار غربا والموصل شمالا ووصولا إلى سوريا ومن ثم البحر المتوسط. جاء في كتابات: عندما تموت الضمائر يسود قانون الغاب، القوي يأكل الضعيف والغني يدوس على الفقير.
وتموت القيم وتنعدم الأخلاق وتندحر الفضيلة وتشرع الأبواب لكل كذاب وخداع ورذيلة وفساد. مضى 16 عاماً والعراقيون بلا كهرباء. عن الكهرباء وفساد المسؤولين كتب علي محمد الجيزاني في موقع كتاباته. لأن صاحب السلطة بالعراق في يده المال والقانون والعقارات والحبس والإجرام، وهو يصدر قوانين تخدم حزبه وأقرباءه، والبقية عليها أن تسكن بالعشوائيات ودون عمل، وحتى لو تظاهر الجياع الفقراء فلا فائدة ولا تنفع مع هؤلاء السياسيين أي تظاهرات. بلد لم يهدأ أبداً لأنه أغنى البلدان، كل شيء فيه غال وثمين يحتاج حاكماً مثل الأب ليقدم له خدمات بالتساوي. هذا زمن أصحاب العقول المتحجرة تتصارع على السلطة والمال، والقسم منهم يتسترون بالدين ويختبئون خلف عدة أقنعة، وهم بالحقيقة همج رعاع كفانا الله شرهم. أصبحت عندنا الكهرباء معجزة كل صيف. الكهرباء تتعثر، تتقطع وخربانة، لا حول لنا ولا قوة. الأكثر قسوة من قبل السياسيين ورجال الدين هو محاربتهم للمتقاعدين القدماء، حيث خصص لهم تقاعد أقل من 400 ألف دينار، بينما هم أصحاب الخدمة الفعلية 25 عاماً وأكثر بالدولة العراقية. لا أعرف لمن يصرفها المتقاعد الفقير، للعلاج يومياً يتناول حبوباً وعلاجاً للأمراض المزمنة، أم إلى فاتورة صاحب المولدة، أم إلى جباية الماء والكهرباء، أم للإيجار؟ هل هذا المبلغ يكفي يا أصحاب الضمائر؟ إذا كانت هناك ضمائر عند أولئك اللصوص والنائمين بالخضراء والبرلمان؟ أصحاب الضمائر، المتقاعد الجديد الآن يتقاضى راتب 900 ألف دينار للشخص الواحد، رغم أن لديه نفس خدمة المتقاعد القديم. كذلك السياسيون المنتمون للأحزاب القديمة يتقاضون 4 رواتب مزدوجة، ومنهم نائمون بالخضراء تصلهم الرواتب العالية من ميزانية العراق المنهوب من قبل مسؤولين بلا ضمائر. جاء في المدى: لم تكن الأزمات التي مرت على العراق منذ تأسيس الدولة ولغاية اليوم إلا نتائج طبيعية للمتغيرات التي طرأت على شكل النظام السياسي والتحولات التي أثرت على سلوك ومزاج صانع القرار، وكذلك تجاذباته الداخلية والخارجية، وبقيت سمة عدم الاستقرار مصاحبة لشكل النظام الذي بات يجتر أدواته من أجل إثبات وجوده وحقيته في البقاء، وعن الأنظمة كذلك التي سبقته. لكن بعد كل المحاولات أصبح العراق منتجا لعدم الاستقرار بحسب الكاتب أثير ناظم الجاسور في صحيفة المدى العراقية. باتت مشاكل العراق تسير بخط متوازن مع مزاج من في السلطة، بالمحصلة أعطت دلالات أن القرار في العراق عادة ما يكون متأثرا بالضغوط الخارجية بعد فرض مجموعة من الإملاءات التي وجبت على صانع القرار السياسي العراقي الأخذ بها دون إخضاعها للتحليل والتدقيق ودراسة ما إذا كانت تعمل لخدمة الصالح العام أم لا. بالمقابل حصلت أخطاء كبيرة بعملية الإدارة والتخطيط بعد أن غابت عملية التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة بفعل سيطرة الأحزاب والكتل الحزبية عليها. لذلك نجد أغلب مخرجات هذه المؤسسات لا تتناسب مع حجم البرامج والمشاريع التي يتم التخطيط لها أو الإفصاح عنها. بالمحصلة تبقى الدولة تشتر أسماتها محاولة أن تدفع بها إلى قمة الهرم المؤسسي لإيجاد حلول مناسبة لها. في كل نماذج التحول التي مرت علينا بالنسبة للدول التي انهارت أو التي تم احتلالها والتي تعد مشابهة للحالة العراقية، كانت القضية الأساسية تكمن في مسألة القدرة على تبني مشاريع حقيقية ممكن تنفيذها لتنقذ ما يمكن إنقاذه. لكن في العراق لم تكن القضية بعيدة عن سلطة الاحتلال وعن المكاسب التي عدت واحدة من معايير العمل الحزبي. بالنتيجة كانت هناك مجموعة من القرارات والاتجاهات أعطت واقعاً أدى إلى ذلك الدمار الذي مررنا به منذ أول يوم من الاحتلال، مروراً بالأحداث الخطرة التي ولدت الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
يقول الكاتب: كان العراق بحاجة لإرادة سياسية حقيقية تعمل على وضع برامج منطقية وعملية من أجل أن يحدث فارقا بين ما تم الاحتلال من أجله وبين ما يمكن أن يتم فيما بعد. لكن عملية توزيع السلطة والموارد جعلت الدولة تعمل وفق متبنيات رمادية غير واضحة المعالم، بالتالي بقيت تعمل وفق الخطوط الدنيا للنظام المؤسسي، وكلما تكون هناك نية الصعود للأعلى تسقط بكتلة أكبر، حيث تعيد الجميع لما أسموه المربع الأول. المؤسسة العسكرية الجزائرية تعلمت من تجارب الماضي كثيرا ومن عشرية الرماد، باتت تدرك جيدا أن ثمة حدودا لا يمكن تجاوزها إطلاقا في حال أردت البقاء لاعبا أساسيا في البلد، حيث تحاول المؤسسة العسكرية الجزائرية وفق مقال للكاتب خير الله في العرب اللندنية لاعب دور الحكم حاليا. من الملفت أن المؤسسة العسكرية في الجزائر ما زالت تسيطر كلياً على الوضع الأمني وعلى الانضباط بصفوف المنتمين إليها. لم يحصل ما حصل في السودان، حيث أقدمت عناصر غير منضبطة على قتل نحو 100 مواطن بساحة الاعتصام فيما سمي يوم الاثنين الدامي، اليوم 23 من شهر رمضان. يبدو أن المؤسسة العسكرية الجزائرية تعلمت من تجارب الماضي ومن عشرية الرماد، باتت تدرك أن ثمة حدوداً لا يمكن تجاوزها في حال أرادت البقاء لاعباً أساسياً في البلد. تحاول المؤسسة العسكرية الجزائرية لعب دور الحكم حالياً، أجبرت بوتفليقة على الاستقالة، لكنها فشلت بإجراء انتخابات رئاسية في اليوم الذي حددته لهذه الانتخابات. استجابت لمطالب الحراك الشعبي دون أن تستجيب له. لن تكون هناك انتخابات رئاسية في الرابع من تموز يوليو المقبل، واختار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الكلام عن ضرورة إجراء مثل هذه الانتخابات خلال فترة مقبولة. ما الذي يعنيه بكلمة مقبولة في وقت لا تزال المؤسسة العسكرية مصرة على إيجاد طريقة لاستنساخ النظام الجزائري؟ نظام هوارب مدين بطريقة لبقة، سلاحها في ذلك غياب القيادة السياسية في أوساط الحراك الشعبي الذي دخل يوم الجمعة الماضي أسبوعه 16. أيها السادة، تخوض المؤسسة العسكرية الجزائرية حرب استنزاف للحراك الشعبي ليس معروفاً بعد. هل سيحل اليأس مكان الأمل بتغيير النظام تغييراً كلياً وجذرياً وشاملاً في الجزائر؟ سؤال وجيه، وسيعتمد الكثير على قدرة الحراك الشعبي على إيجاد شخصيات تتحدث باسمه وتحدد طبيعة النظام الذي يفترض أن يخلف نظام هوارب مدين. جاء في العربي 21، حيث يقول الكاتب: ترجل فارس الثورة عبد الباسط ساروت عن جواده، مدافعا عن أرضه، متمسكا بثوابته، باقيا على عهده، حيث نامت عينا ابن حمص قريرتين بعد أن أضناهما سبيل النظام نحو الحرية. كان الطريق إليها ليس سهلا وليس معبدا، وما زال معبدا بأشواك المجرمين وكيد الكائدين. تظاهر الساروت واعتصم في حي الخالدية عندما كان لعاصمة الثورة صوتا جهورا يحن للحرية ويئن من جور المستبدين، حيث غنى للثورة والأرض والوطن والمواطن وحمل سلاحه حارسا لأهله. حوصر في حمص ثم غادر مهجرا واعدا إياها بالرجوع القريب. عن فقيد الثورة السورية الساروت كتبت صوفيا خوجا باشا في موقع عربي 21: مشاهد ثلاثة مثلها رحيل الساروت رسمت على شاهدة الخاتمة، تروي كل منها فصلاً مهماً من فصول المشهد السوري برمته، وتطرح أسئلة عن الحاضر والمستقبل. بعضها أجاب عنه رحيل الساروت، والآخر بقي مفتوحاً على بوابة المجهول. المشهد الأول: مراحل الثورة وتقلباتها. لم يكن رحيل الساروت كمن سبقوا، ليس تكريماً مبالغة لروحه على حساب شهداء آخرين ضحوا وبذلوا كل ما في وسعهم لضخ الهمة في شرايين الثورة المتعبة.
إنما لما يمثله الصاروت كأيقونة للحراك الثوري في سوريا منذ بدايته وتدرجاته بين السلمية والمقاومة المسلحة. النصر والخسارة، الخذلان والصبر، الانكسار والعزيمة. لقد مثل الصاروت برحلته كل هذه المتناقضات وجمعها مشكلاً رمزاً ثورياً شاملاً، طابعاً بريدياً خالداً ومشعلاً ثورياً لم ينطفئ. فكان عبد الباسط الوجه النابط للثورة والبعد الإنساني لمسارها. أما في المشهد الثاني يصفع الصاروت بمقاومته وجه كل من قال انتهت الثورة السورية، خسرنا المعركة، لم تعد مقاومتنا تجدي نفعاً ولا كلماتنا تسمع أحداً، بعد أن استقرت سفننا في ميناء مهجور وتسللت عبثية الأيام حواجز قلوبنا اليائسة. وهنا تأتينا من حيث لا نحتسب صفعة الصاروت مبينة خطأ كل هذه التصورات، مثبتة أنه ما زال هناك إصرار وتمسك عنيد، وما زال في الأفق شيء من أمل نقاوم من أجله ونقاتل بالكلمة والصوت والسلاح في حرب اتسعت ساحتها وضاقت علينا سماؤها. الكاتب يقول: المشهد الثالث وهو الأهم، يدفعنا للنظر نحو المستقبل لإعادة حساباتنا وتصحيح مسارنا. كل يبدأ من نفسه ومن وعيه ومن خلده، مرمماً وماضياً على طريق الثورة ذاته بما تيسر له من مساهمة، فليكن تكون مساهمة صادقة وخالصة. فليكن رحيل عبد الباسط الساروت بداية لوعي ثوري جديد واهتداء بالإرث الذي تركه حارس الثورة في نفوسنا، وليس ختاما لقصة بطل صدق النية والعمل فخلد في صفحات التاريخ والقلوب معا. نقرأ في القدس العربية: ما يجري الآن في السودان لا علاقة له إطلاقاً بالمعنى المتداول من المعروف لمفهومي السياسة والصراع السياسي، بقدر ما هو أقرب لأن يكون نسخة مسيسة لأنشطة الجريمة المنظمة والمكتملة الأركان كما ترتكبها العصابات. ولدينا شواهد عدة، أول هذه الشواهد تثبت وتؤكد ذلك أن جريمة فض اعتصام الثوار الذين ظلوا مرابطين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني هي خير دليل، حيث عن الثورة السودانية وضرورة حمايتها كتب الدكتور الشفيع خضر سعيد في صحيفة العرب الجديدة. اعتصام سلميا حتى النخاع، وكان يمكن فضه بقوة صغيرة من الشرطة المدربة على فض التجمعات مستخدمة القنابل المسيلة للدموع وهراوات الشرطة المعروفة، ومع ذلك ورغم تطمينات خائبة وخبيثة من المجموعة العسكرية الحاكمة بعدم نيتها فض الاعتصام، ورغم أن شباب الاعتصام ظل حالماً ومطمئناً بأن جيش السودان الذي ما فتئوا يغنون له وينثرون الورود على جنوده سيحميهم من أي بطش غادر، تعرض المعتصمون لأبشع مجزرة بتاريخ السودان الحديث، راح ضحيتها أكثر من 500 قتيل ومفقود ومثلهم من الجرحى والمصابين، ولا يزال نهر النيل يطفح بأجساد الشهداء رافضاً المشاركة بهذه الجريمة النكراء. أما قيادة الجيش السوداني فأدارت ظهرها للمعتصمين، تبع ذلك هجوم مسلح على المشافي القريبة من موقع الحدث وضرب العاملين فيها وإلقاء المصابين من مذبحة الاعتصام في الشوارع أو اعتقالهم، ثم إغلاق المشافي واحتلال المستودعات المركزية للأدوية ومنع خروج الدواء منها. ولم تتوقف جرائم القتل بدم بارد عند هذا الحد، بل امتدت تشمل قنص شباب الثورة في الشوارع وذبح ضباط الشرطة المعترضين على هذا السلوك الإجرامي. الكاتب يضيف: قبل أي حديث أو مبادرات حول كيفية تسليم السلطة للمدنيين، فإن الأولوية القصوى الآن إضافة إلى كل ما تقدم هو توفير كل سبل المقاومة والعصيان وشل العقليات والأيادي المجرمة التي تمارس القتل ضد شعب السودان المسلم. وأعتقد أن أنجع الآليات التي يمكن أن تحقق هذا الشلل هي أولاً وحدة قوى الثورة وتماسكها بحسب الكاتب. بعيداً كل البعد عن السياسة، احتفى الناشطون في مجال البيئة حول العالم باليوم العالمي للمحيطات الذي يوافق اليوم السبت، ونظموا فعاليات لتنظيف الشواطئ ومصادر المياه للفت الأنظار إلى المخاطر التي تهدد بحار العالم ومحيطاته.
وفي أكثر من 1000 حدث وفعالية حول العالم نظم ناشطون وعلماء ومنظمات دولية فعاليات لتنظيف المياه والشواطئ من مختلف أنواع المخلفات مثل البلاستيك، كما قدموا محاضرات وندوات وحفلات موسيقية للتوعية بأهمية الحفاظ على نظافة المحيطات. وبمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، أصدرت منظمة حماية الحيوان العالمية بياناً بشأن الدلافين، قالت فيه إن بعض الدلافين محكوم عليها بالعيش في حياة يملؤها الملل ضمن حدود بركة صناعية لتقديم عروض الترفيه. يجدر بالذكر أن الأمم المتحدة اعتمدت في عام 2009 يوم 8 من يونيو حزيران من كل عام يوما عالميا للمحيطات، وهو يوم تحتفي به أيضا عشرات المنظمات والهيئات العالمية مثل الشبكة العالمية للمحيطات والرابطة العالمية لحدائق الحيوان وأحواض السمك. أما الآن أترككم مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.